أهلا بكم. دائما النصوص ثلاثية الأبعاد تكون قوية جدا بالتصميم وتنطي نسبة تركيز عالية جدا، وطبعا هذه النصوص أغلب المصممين بالسوشيال ميديا يستخدمون النصوص ثلاثية الأبعاد بشكل كبير بالتصميم، مثل ما نلاحظ طبعا بهذا التصميم عندنا كلمة عرض رهيب، طبعا التركيز عليها عالي جدا ودائما العين تركز عليها أكثر من بقية التفاصيل. ايضا عندنا هنا طبعا عرض رهيب، مثل ما نلاحظ عندنا هذه الكلمة ثلاثية الأبعاد. ايضا عندنا هنا دبلومة الذكاء الاصطناعي، التركيز عليها عالي جدا وطبعا تنطي انطباع قوي بالنظر. بالإضافة إلى بقية التصاميم، مثلا هذا التصميم طبعا عندنا كلمة جديد كورس الملازم المدرسية. ايضا هنا عندنا نص التعليق الصوتي مكون بنص ثلاثي الأبعاد. إن شاء الله في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية صناعة هذا النص بشكل سهل وبسيط، تابعونا. طبعا راح نستخدم هذا القالب اللي هو قالب ثلاثي الأبعاد، طبعا نقدر نغير النص كيف ما نشاء. هذا القالب راح يكون مرفق مع هذه المحاضرة، بإمكانكم تحملوه مجانا. طيب بعد ما نفتح القالب راح نجد مجموعة من الطبقات. في حال لو كان صندوق الطبقات مظاهر، من قائمة ويندو نتأكد انه قائمة لاير عليها علامة صح. اول ما نجي على السمارت اوبجكت اللي هي اول طبقة، نضغط دبل كليك بهذه المنطقة، طبعا راح يفتح عندنا القالب او نص القالب. طبعا بداخل هذا النص اي كلام ينكتب وينحفظ راح يتم تعديله بهذه المنطقة. جيد، راح نكتب مثلا التعليق الصوتي، طبعا نكبر حجم مربع النص، ممكن يكون بهذه المنطقة، وطبعا توسيط، بعدها نضغط على علامة الصح، وطبعا نضغط على هذا الخيار ويس. مثل ما نلاحظ طبعا تغير النص وصار بنفس كلمة التعليق. طبعا هذا الفونت راح يتم إرفاقه أيضا مع القالب، وأيضا طبعا بإمكانكم أن تختارون أي فونت آخر. طبعا حتى ننقل هذا النص إلى التصميم، يفضل أن يكون على شكل صورة وليس على شكل ملف PSD. السبب أنه أكو تأثيرات، هذه التأثيرات عندما يتم تصغير القالب بالتصميم راح تتأثر، وبالتالي راح تتغير ويمكن يفقد شكله ورونقه. الأفضل أن نقفله على شكل صورة والنقلة بحيث حتى لو يصغر ما راح يأثر على التأثيرات. نضغط Ctrl A أو نروح على قائمة Select ونختار All، ومن ثم نجي إلى Edit، قائمة Edit، ونختار Copy Merge أو Ctrl Shift C. جيد، بعدها نروح للتصميم، مثلا هذا التصميم، وطبعا راح نضغط على Ctrl V راح يجينا النص، طبعا بحجم كبير جدا، راح نصغر النص. وليكن بهذه المنطقة، طبعا ممكن نصغر النص مثلا بهذه المنطقة. بنفس الطريقة راح نكتب كلمة الصوتي، طبعا نضغط على هذا الجزء دبل كليك، وطبعا راح نكتب بهذه المنطقة. طبعا بإمكاننا أن نغير الفونت أو نخلي نفس الفونت، الخيار شخصي وذوقي، وطبعا نضغط على علامة الصح ونضغط على الأكس ومن ثم يس. بنفس الطريقة طبعا نضغط على Ctrl A وCtrl Shift C أو من قائمة Edit نختار Copy Merge، ومن ثم طبعا Ctrl V يعني لصق، وراح نصغر النص، طبعا نضغط على Alt حتى يصغر بنسبة وتناسب بهذه الطريقة. طبعا ممكن نختار الحجم المناسب. مثل ما نلاحظ طبعا التصميم ممتاز وجميل جدا. طبعا المصممين الأبطال اللي وصلوا لهذا الوقت من الفيديو، أحب أقول لكم شكرا لكم، وأطلب من عندكم الاشتراك بالقناة مع إضافة لايك دعما لنا.